وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. بداية هل حدثتنا عن جهود الشركة في توظيف الذكاء الصناعي في شركتكم شركة ألبا؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لإعطاء نبدأ عن جهود الشركة في توظيف الذكاء الصناعي. طبعا من أهدافنا الاستراتيجية هو جعل ألبا موصل توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا في الشركة، سواء كانت عمليات تشغيلية أو عمليات الصيانة أو حتى العمليات اللوجستية. وإن شاء الله لدينا خارطة طريق إلى استخدام الاندستري 4.0، وسوف نعلن عنها إن شاء الله قريبا بالخطط اللي راح الشركة إن شاء الله تقوم بها. بس دائما قبل لا تسوي الخطة وتحط البرامج اللي انت عاوز او تريد تستخدمها في الذكاء الاصطناعي، طبعا في البداية لازم تهيئ القاعدة الاساسية، وهو تدريب الموظفين لقبول هذا النوع من التطور او التدريب. فاحنا اوريدي بدينا في وضع ورش تدريبية للموظفين لتأهيلهم لمواكبة الذكاء الاصطناعي، وبعض الموظفين حصلوا شهادات يعني عالمية في هذا الخصوص، انهم يعني يقدرون يستخدموا الذكاء الاصطناعي في العمليات، وكيف انهم يقدرون ان يواصلون التواكب وبرودكت او يضعون بعض العمليات او المشاريع ضمن المجهود اللي راح نستخدمه ان شاء الله في الذكاء الاصطناعي لعمليات ألبا في المستقبل. نعم سيد الكريم، ما هي أبرز النتائج المرجوة من مشروع توقع كثافة الأنود الرطب؟ في البداية أحب أشكر طبعا المركز بسمو الشيخ ناصر لتعاونهم معنا في هذا البحث والمشاريع. طبعا هذا المشروع ليس الوحيد، طبعا عندنا أكثر من مشروع، تقريبا عددهم 9 مشاريع. هذا المشروع الأول اللي تكلل بالنجاح الحمد لله، وهذا المشروع يتوقع نسبة كثافة الأنود، ويعتمد على عوامل عديدة تم تحديدها مسبقا من خلال الموظفين والموظفين مال مركز اسمه الشيخ ناصر لوضع المواصفات المطلوبة للأنود الرطب. وطبعا جودة الأنود لها أهمية كبيرة في صناعة الألمنيوم، إذا كانت الجودة غير يعني إلى المستوى المرجو، فطبعا الجودة مال صناعة الألمنيوم راح تكون مو زينة أو غير المستوى، وطبعا بيأثر على عملية الإنتاج بشكل مباشر. الجيد في هذا المشروع المشترك هو إتاحة المجال للموظفين أنهم يعدلون المعايير إلى الوصول إلى الجودة المطلوبة في صناعة الأنود الرطب. مثل ما قلت، إذا كانت الرطوبة غير مناسبة بالمواصفات المطلوبة راح يأثر مباشرة على الإنتاج، وهذا الشيء يعني وضعنا في عمليات أو في تحسن عدم الحصول على الريجكشن من الأنودات المطلوبة، وهذا يساعد إن قبل لا تنتج أعداد كبيرة من الأنودات إنك تشوف نسبة الرطوبة وعلى أساسها تنتج في المراحل النهائية إلى الأنود. فالحمد لله هذا راح يوفر علينا جهد كثير، وراح يقلل التكلفة على الشركة. نعم. يعتبر هذه من المشاريع المهمة اللي صراحة احنا استلمنا مشاريع مماثلة من شركات عالمية. بس الحمد لله ان يعني اود ان اشكر مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير ان تبنى هذه الفكرة معانا وعملناها داخل البحرين بأيدي بحرينية. نعم. السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين، شكرا جزيلا لك.